أشهد وأبصم بالعشرة أن ائتلاف دولة القانون هو أفضل من قدم برنامجا كوميديا ضحك فيه على 30 مليون عراقي، بدءا من مشاريع الكهرباء الوهمية التي تحولت أموالها إلى جيوب الأحباب، وانتهاءا بتوزيع سندات الأراضي المزورة التي كان بطلها محمود الحسن. ائتلاف دولة القانون كتلة من النكات والضحك على الناس، ولهذا أتضامن مع مخاوفه وهواجسه من انطلاق قناة MBC عراق، خصوصا إذا القناة قررت أن تقدم برنامجا كوميديا بعنوان بس نكات، فلا أحد يستطيع منافسة البرنامج الضاحك الذي يقدمه ائتلاف دولة القانون في البرلمان كل ربع ساعة. يستعد برلمان المظفر لقضاء موسم العطلة في لندن ودبي وبيروت، والبعض سيذهب إلى أهله في طهران أو اسطنبول أو دبي، ولهذا فمشاكل البلاد مؤجلة إلى ما بعد العطلة التي أخبرنا البعض أنها ستبقى مفتوحة حتى يجلس فالح الفياض على كرسي وزارة الداخلية. كل عطلة وأنتم بخير، لا أراكم الله أزمة بطلها فالح الفياض الذي يستخدم لاصق مصنوع في إيران لتثبيت نفسه على كرسي الوزارة إلى نهاية العمر. عرفنا الآن سبب نجاح خطط الحكومة في حل جميع مشاكل العراقيين، فإذا بالحكاية لا تزيد على تعيين حسن السنير وميسون الدملوجي وحنان الفتلاوي وإياد السامرائي مستشارين لرئيس الجمهورية، ليشهر النشاط في جميع مؤسسات الدولة، ولينفض الشعب العراقي عن كاهله الكسل والتعثر، ولنبدأ عهدا جديدا من النشاط والإصلاح والقضاء على الفساد وتحويل بغداد إلى مدينة تنافس طوكيو. كل ذلك سيتحقق بعد أن أخذ الشور من رئيس، أعتذر عن إكمال المثل الشعبي.